حلوة قوي يا بكار. بجد؟ يعني أنا بعرف أنحت زيك؟ وهتبقى أحسن مني كمان لما تكبر. أهم حاجة وإنت بتنحت تركز قوي قوي في التفاصيل الصغيرة اللي في التمثال. أيوة أنا عملت كده فعلا. ونصيحة مني يا بكار، عاوز تنحت كويس شوف بصوابعك. طب إزاي يعني؟ صوابع النحات دي لازم تبقى حساسة جدا، هي اللي بتشتغل وبتحس بتفاصيل التمثال، هي اللي بتحول الطين والحجر لقطعة فنية. فلو عاوز تنحت صح خلي صوابعك هي اللي تشوف مش عينيك. صوابعي هي اللي تشوف؟ ازاي يعني؟ يا ترى ده بيت شبلي عبد الملك إدريس؟ ايوه في ايه؟ انا ابوه. ابنك مطلوب القبض عليه. ايوه انا اللي عامل التمثال ده وكمان بتعترف. ده ايه القضيه السهله دي؟ ايه اللي بتقوله ده يا شبلي؟ انا فعلا اللي عامل التمثال ده يا ابويا، لكن مش انا اللي بدلته في المتحف. صح كده، هو اللي بدل نفسه. انتوا عرفتوا ازاي اصلا؟ شوف يا سيدي، وهما بيجردوا التماثيل لقوا التمثال ممضي عليه اسم شبلي. وهو في حرامي يعمل كده ويوجع نفسه بنفسه؟ ما هو اللص دايما غبي، بيعمل حاجات غبية زيه بتوجعه. أمال إحنا بنمسكهم إزاي؟ التماثيل دي أنا ببيعها لتاجر. قلتلي كده، شريكك في الجريمة صح؟ لأ أنا بقول الحقيقة يا أخويا. كل المجرمين بيقولوا كده في الأول، حد شاف قبل كده حرامي بيقول أنا سرقت؟ أنا ابني مش حرامي. يلا اتفضلوا من هنا، الجريمة لبسة. بإذن الله هتظهر براءتك. وبعدين هنعمل ايه؟ هنسيب شبلي كده؟ والله ما انا عارف يا بكار، احنا هنجيب له محامي وربنا يستر. هو ايه الصوت ده؟ ده موبايل شبلي. ده مكتوب التاجر. ليكون التاجر اللي بيقول عليه شبلي. نرد ولا ايه؟ ايوه لازم نرد. انا قلقان. انا هرد. الو. ايوه يا فنان، صوتك متغير كده ليه؟ معلش اصل عندي برد. المهم انا عاوزك تقابلني النهاردة، عندي ليك تمثال تاني عاوزك تعملهولي. ايوه هجيلك. سلام. ايه اللي انت عملته ده يا بكار؟ هي دي فرصة شبلي، نعمل فخ للراجل اللي بيستغله ده ونقبض عليه. والله فكرة حلوة، نروح الجسم ونقول لهم يخلوا شبلي يقابله ونقبض عليه متلبس. يلا بينا. مين؟ ما ينفعش يا سيدي. ليه بس يا حضرة الشاويش؟ طب وانا اعرف منين بقى انكم بتقولوا الحقيقة؟ مش يمكن بتعملوا كده علشان تهربوا المتهم؟ الراجل لسه متصل بينا، تحب تكلمه وتسمع منه بنفسك؟ طب وانا اعرف منين بقى انكم مش متفقين معاه؟ تعال معانا شوفه وخلي شبلي هنا. طب
طب واني اعرف منين بقى انكم مش عاوزين تمشونني من هنا علشان تهربوا المتهم من هنا؟ دي فرصة وجات لحد عندنا، طب نعمل ايه؟ طب واني اعرف منين بقى تعملوا ايه؟ طيب فين الظابط نكلمه؟ انت ازاي تستجرى كده وتسألني الظابط فين؟ طب الظابط في اجازة، ارتاح. اجازة فين؟ ونعرف منين؟ يا شويش ساعدنا. أساعدكم ليه؟ القضية عاوزة متهم والمتهم جوا واعترف، يبقى خلاص. يلا بقى اتفضلوا، مع السلامة. دي فكرة تثبت براءة شبلي. بقى انت يا صغير، انت اللي هتحل الموضوع. اسمعني بس حضرتك، احنا نروح نقابل الراجل ده ونقبض عليه بنفسنا. والتهمة ايه بقى يا بكار؟ انه معاه صور اثار؟ لا، انت تقابله وتقوله شبلي عيان، وناخد الصورة ونعمل زيها، وهو بياخد التمثال نمشي وراه، ولما يجي يبدله بالاصلي نطلب البوليس. انت فاكر نفسك المحج كونان؟ ايه ده، انت بتتفرج على سبيس تون يا عم عبد العزيز وكارتون نتورك كمان. المهم لو فرضنا اللي انت بتقوله دي، هنجيب له تمثال زي اللي عايزه ازاي؟ انا هنحته. بص، انا اللي عامل ده. ياه، ده شبه رشيدة بالظبط. ايوه، انا شاطر في النحت. والله شكلها فكرة مش بطالة. اتفقنا، انا هروح اجابله. يا رب الفكرة